مساء الورد، هوريكم ازازه السوائل اللي نازله معانا جديد. يمكن كتير منكم بالذات الناس الجديده ما شافتهاش. ازازه السوائل اللي معانا جديد فيها انها دائريه محكمه، بدل دائريه طبعا تبقى محكمه. الشكل بتاعها شبه البلاستيك بتاعها، شبه بلاستيك زجاجي شويه. طبعا شفافه، هتوريكي الحاجه اللي جواها. لو احنا شايفين الديزاين بتاعها كده واضح ان هي فيها زي تبويفين بزار كده من الجنبين عشان تمسكيها منهم. تمام. نيجي بقى للغطا من فوق. طبعا المجرات اللي فيه دي عشان تقفل كويس على كده الغطا من فوق، فبالتالي تخليه محكم تماما اهو. حتى لو نيمتيها خلاص مفيش حاجه هتسرب منك. طب نيجي لطريقه فتحها وقفلها، مفيش اسهل من كده. طريقه الفتح والقفل، مجرد انك بتضغطي اهو من هنا بتفتح الغطا. تمام اهي، تضغطي ضغطه من ورا بتفتح الغطا. لو جينا نشوف هنلاقي ان في زي قطع هنا السيليكون او زي اطار مطاطي كده كاوتش عشان يقفل على الفتحه بتاعه تفوهات العصير، فيمنع اي تسريب زي ما احنا قلنا. تمام. طيب الفتحه بتاعتها مش صغيره قوي، هي ده مثلا عصير مانجا اهي. تمام. طبعا الازاز دي روعه روعه روعه، انا بحط فيها لبن، تحط فيها عصاير بانواعها، تحط فيها زيت، تحط فيها خل. الحجم الصغير، الحجم الصغير بتاعها كمان تحفه، كمان في الدريسنج، في الصوص بتاع السلطات، في الطحينه لو انت مخففاها على الغرف على طول، في برضه في التقديم، في الخل والزيت لو انت بتحطي على سفرتك. المجموعه روعه، واحكامها ده بيخليها تحافظ على الحاجه فتره طويله جدا معاكي في الثلاجه. نازلين معانا بخصم حلو جدا باللون البلاك الاسود الشيك جدا، ان شاء الله ما يفوتكوش العرض.